السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل الكيك والصوص مع بعض في الخلاط. أول حاجة معايا كوباية وربع من السكر وكوباية لربع من المية، المقدار نفسه كوباية، بس أنا بحط الأول كوباية لربع وبعدين بحط الربع بعد كده مع الدقيق. يبقى كوباية وربع سكر، كوباية لربع مية، وربع كوباية من الكاكاو الخام غير محلى، يعني 3 معالق كبار، وافضل نوع هو دريم من غير سكر، وفانيليا نص معلقه صغيره، كوبايه الا ربع زيت يكون نوع كويس زي عافيه او كريستال عشان مش بيبقى ليه ريحه، كوبايه الا ربع. وهنحط بقى باكت من النسكافيه اللي بالبندق، بيدي طعم حلو جدا في الصوص ده، بيخلي الصوص طعمه النوتيلا لما نحطه بعد كده على الكيك. هضرب بقى كويس جدا. بعد الضرب طبعا هنلاقيه تقل عشان احنا حاطين فيه زيت، هاخد بقى منه كوباية واحطها في الفريزر او في التلاجة. هو ده الصوص اللي احنا هنزين بيه الكيك. تمام، اخدت منه كوباية. ونرجع بقى هنا لنفس الخليط، هحط بقى عليه في الخلاط برضو بقيت بقى المية اللي كانت عندي، احنا حطيناها في اول كوباية الا ربع، اتبقى معانا ربع هحطه دلوقتي، واحط كمان بيضتين، وطبعا برضو من الاول في فانيليا، ومعلقة صغيرة من الخل، بيغير كيك هش جدا. ضربت كويس وهنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق، كوباية ورا كوباية. والدقيق ده يا جماعة دقيق منخول مرتين وعليه رشة ملح. تمام اهو كده. وهحط بعد كده باكت بيكنج باودر، معلقة كبيرة ونص. وهكمل ضرب. انا هكمل بمضرب يدوي احسن من الخلاط، بس ممكن لو حابين تكملوا في الخلاط. هحط بقى كوبايه الدقيق التانية، ولازم يكون الدقيق منخول، وهرجع اكمل تقليب. وطبعا الفرن شغال على حراره 180 عشان لازم يكون الفرن سخن. هنقلب بقى كده كويس. بصوا هو ده كده السمك المطلوب اللي انا عايزه، ولا تقيل ولا خفيف. بنحضر بقى الصينية اللي احنا عايزينها. انا هعمل في بايركس، ممكن صينية بايركس او صينية تيفال او اي بالانجلش كيك، اي حاجة. دهنتها زيت ورشيتها دقيق. تمام، واحط فيها كده الكيك، وهندخله الفرن، بياخد من 25 دقيقة لنص ساعة. وهندخلها بقى دلوقتي الفرن. بعد 25 دقيقة هختبرها بخلة، لو طلعت الخلة نظيفة هعرف ان هي استوت، طلعت فيها عجين هسيبها كمان 5 دقايق. هي خرجت معايا اهي، هي شققت معايا لان انا حاطط باكت كامل بيكنج باودر، بس طالعة معايا هشة. لو حابينها ما تشققش حطوا معلقة كبيرة بس بيكنج باودر. قطعتها وحط بقى دلوقتي عليها صوص الشوكولاتة، ودلوقتي طبعا برد في التلاجة، بقاله نص ساعة في التلاجة. فطبعا لما دخلته التلاجة تقل. انا زينت بكريسبي، ممكن تزينه بفستق مطحون او سوداي مطحون او فارماسيل، او ممكن اي حاجة ممكن تزينوه بيها، او ممكن طبعا تبقى سادة. طبعا شايفين الكيكة هشة جدا ازاي، لانها فيها خل مع البيكنج باودر. الصوص طعمه حلو جدا لانه فيه النسكافيه اللي بالبندق، وفيه كمان الزيت اللي فيه نوعه كويس، فمالوش ريحة. سهلة جدا وبسيطة، وزي ما قلت ممكن يكون بايركس، ممكن كمان يكون تيفال عادي او قالب الانجليش كيك. اتمنى تجربوه ان شاء الله ويعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.